مشاهدينا نرجع لصفحتنا الثانية في حلقة اليوم من برنامج قهوة الصباح، وراح تكون في جانب فعاليات اليوم المفتوح لتمريض صحة المجتمع. ورحب بضيوفي هنا في الاستوديو، معي لميس بنت حمد الكيومية ممرضة صحة المجتمع بالمديرية العامة للخدمات الصحية أو للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، وأيضا أرحب بالأخت هند بنت علي العادي ممرضة صحة المجتمع بالمركز الصحي بالموالح. صباح الخير. صباح النور استاذ، اهلا وسهلا. وكذا ما شاء الله فعاليات هذا اليوم، ناخذ عنه نبذه تعريفيه عن برنامج تمريض صحه المجتمع. اخت لميس معك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أنا حبيت أشكركم على إتاحتنا هذه الفرصة الكريمة للتعريف عن برنامج صحة المجتمع. برنامج صحة المجتمع بمفهوم جدا بسيط، هو عبارة عن تقديم الرعاية الصحية للمريض في المنزل. طبعا من هو هذا المريض؟ هذا المريض الغير قادر للوصول إلى المؤسسات الصحية، مثلا عندك طريحه الفراش، في صعوبة طبعا في نقلهم للمؤسسات الصحية، فبالتالي هذا أحد المستحقين لهذه الخدمة. بس باختصار بغيت أتكلم عن تاريخ هذه الخدمة. هذه الخدمة بدأت 2004 وكانت كتجربة تحت الدراسة، استمرت لمدة 6 أشهر في ولاية العامرات، وكان بكادر تمريضي بسيط من 4 إلى 5 مع ممرض واحد. على 2008 تقريبا شملت هذه الخدمة جميع مناطق محافظة مسقط. جميل. كل الولايات. جميل جدا. ومستمر الحمد لله في تطور. جميل، نتمنى لكم هذا يعني. الله يخليك. أهم المهام في هذا البرنامج ما هي؟ طبعا صحة المجتمع، تمريض صحة المجتمع يتوجه على عدة مهام، أهمها طبعا توفير الصحة والرعاية الصحية للمرضى الغير قادرين، مثل ما قالت زميلتي لميس، غير قادرين الوصول إلى المؤسسات الصحية. طبعا أيضا نحن نعني بتأهيل الأهل في البيت على أساس أن هم يوفروا العناية المناسبة لهذا المريض، لأن طبعا الأهل هم عنصر أساسي في العناية بالمريض. أيضا نحن نقوم كحلقة وصل بين المريض والأهل وبين المؤسسات الأخرى كالحكومية أو الخاصة. كمثال المؤسسات الحكومية عندنا وزارة التنمية الاجتماعية، ممكن يحتاج المريض لتوفير سبل مادية، فنحن نحول لوزارة التنمية الاجتماعية وهي طبعا تقوم بدورها لتوفير السبل للمريض. جميل جدا، جميل جدا. أخت لميس، المركز الصحي الواحد تقريبا كم فرد فيه يتعلق بصحة المجتمع يكون في العادة؟ نحن ما نقدر نحدد هذا، هني يعتمد على احتياجات المرضى طبعا. يعني مثلا يمكن في تبع مركز صحي فرضا المعبيلة في شيء و60 مريض، مركز صحي مثلا مسقط يمكن يكون 12، فهني ما نقدر نحدد لأنه هو يعتمد على احتياجات الأفراد في المجتمع. وهو في كل مركز صحي في محافظة مسقط هنالك ممرضة تعيب هذا الجانب. جميل جدا. أخت هند، أيضا أنتم إذا عملكم عمل إنساني طبعا في هذا الجانب، تضعوا خطة معينة لزيارة هؤلاء المرضى مثلا في المنازل اللي موجودين، في خطة معينة تضعوها شهرية تكون أو أسبوعية مثلا؟ أيوة، هي خطة طبعا تكون يومية ما بس أسبوعية. يعني يوميا عندنا خطة أي مريض نزور، لأن عندنا عدد مرضى نقسمهم طبعا بحسب الأولوية. كل يوم نوفر للمريض وش يحتاج من الرعاية الصحية، نروح نزور هذا المريض على حسب الجدول المحطوط لحالنا. جميل جدا. أنتم نظمتوا يوم مفتوح، والفعاليات الموجودة في هذا اليوم المفتوح ما هي بالضبط؟ صحيح، لقد يعني قرر أن تاريخ 1/5 يكون هو اليوم المفتوح لبرنامج تمريض صحة المجتمع، وهذا على الأقل تزامنا مع الشهر اللي فيه يوم التمريض العالمي اللي هو شهر 5 وبالتحديد 12/5. جميل. اليوم مفتوح لتمريض صحة المجتمع، عملنا للتعريف عن هذه الخدمة، لأن للأسف في ناس كثير بعدها ما تعرف عن وجود هذه الخدمة، فهذه أحد أهم الأهداف لوضع برنامج كهذا. الشيء الثاني كما ذكرت سابقا الأخت هند، بالنسبة للتوعية عن الأمراض المزمنة، عن احتياجات هذيك الفترة من جميل جدا. هذيك الفترة شو احتياجات المجتمع من الناحية الصحية، يريد يعرفوا عن شو بالضبط.
فمن هالناحيه مثلا عندك الاوبئه اللي منتشره كثيرا، كيف هي، كيف نحن ممكن نثقف عامه الناس عن الاحترازات الواجب اخذها لمنع هذه الاوبئه او لحمايه انفسهم واهلهم ونحن كمجتمع عماني ككل طبعا. بالضبط. أخت هند، اليوم المفتوح للحين راح يكون له مقر معين ولا راح يكون في كل المراكز الصحية بالتحديد؟ لا اليوم المفتوح بيكون إن شاء الله في حديقة القرم، في حديقة تاريخ 1/5 غد إن شاء الله. بيكون طبعا في موقع اليوبيل الفضي بالتحديد في حديقة القرم، بيكون مفتوح للجميع القادمين، ونرحب بالجميع طبعا بكرة يشرفونا في حديقة القرم. جميل. من الساعة 4:30 لين الساعة 8:30 أو 9 مساء، يعني ممكن نمدد لين 9 إن شاء الله. جميل جدا. المشاركين معاكم؟ المشاركين طبعا بيكونوا معظمهم ممرضين صحة المجتمع في ولاية مسقط، في محافظة مسقط. عندنا بعض الشركات اللي هي مشاركة، مثل شركة الهدف لخدمات التدريب، في عندنا جمعية أصدقاء المسنين، في عندنا كثير من الشركات اللي هي الراعية لهذا الحدث. جميل. إن شاء الله. أخت لميس، يعني أنتوا ارتباطكم بالمجتمع، ارتباطكم أيضا بشرائح مختلفة في المجتمع، سواء مثلا كبار السن اللي موجودين في المنازل، أيضا ذوي الإعاقة وغيرهم. يعني أثناء إنجاز عملكم، كيف تشوفوا إنجاز العمل وكيف تشوفوا سير العمل معكم وأنتم دائما تقدموا الخدمة لهؤلاء الأشخاص؟ الحمد لله رب العالمين. كمجتمع عماني جدا متفهم ويرحب بهذه الخدمة، وخصوصا الناس اللي فعلا محتاجة، فدائما نلمس تطور في هذه الخدمة. علاقتنا عند المرضى كذلك ربما تتعدى حدود الثقة أحيانا ما شاء الله، فتحصل إن في ناس يعني أحيانا يطلبوننا بالاسم، حتى لما يروحوا مثلا لو صاروا راحوا مراكز صحية بيطلبوا أنا أريد الممرضة فلانة، لأن أنا خلاص تعودت عليها، أنا أثق فيها، أثق في عملها. فالثقة الحمد لله موجودة، بنينا ثقة حلوة وأساس جدا قوي الحمد لله لحد الحين. جميل جدا. أخت هند، تحت يعني دائما الازدياد العمراني في ازدياد، والكثافة السكانية تزداد، والطلب على صحة المجتمع وجانب التمريض في صحة المجتمع ربما يزداد نوعا ما، فهل تواكبوا هذا الشيء فعلا في 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 محافظة مسقط؟ أيوة طبعا، عندنا نحن خطط مستقبلية على أساس توفير عدد أكبر من فئة تمريضية لصحة المجتمع، على أساس نحن نغطي جميع المرضى المحتاجين لهذه الرعايه. وبعد نفس الشيء هذا الفئه التمريضيه يتم تاهيلها وتدريبها على اساس تواكب هذا الكم من الناس من المرضى الموجودين. جميل جدا. اخت لميس، حبيت بس اضيف لو سمحت استاذ نقطه واحده، توجهات وزارة الصحة الحين كثير منصبة على برنامج صحة المجتمع، وحاليا الخطة هي دمج 3 برامج في وزارة الصحة، اللي هو برنامج المسنين، برنامج تمريض صحة المجتمع، وكذلك العناية التلطيفية، يحطوهم تحت مظلة واحدة باسم برنامج صحة المجتمع، بحيث انه يكون شامل وطبعا يشمل جميع فئات العمرية المجتمع. وزارة الصحة الحين في طور انها تزيد الكادر التمريضي لهذه الخدمة، فخلاص اوريدي رسميا الحمد لله رب العالمين الامور تامة، وفي زيادة للموظفين ان شاء الله. جميل جدا. انتم ايضا اخت هند، خلينا ننتقل للاخت هند، جانبكم في 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 صحه المجتمع لا يقتصر فقط ربما على تقديم الدواء وتقديم العلاج، ربما ايضا جانب تثقيفي للاسر، كيف تتعامل مثلا مع الشخص المعاق، كيف تتعامل ايضا مع الشخص المسن، اشياء كثيره. فما اعرف كيف دائما عمليه التثقيف تتم للاسره؟ طبعا نحن في صحه المجتمع يعني ما نتوجه بس للعلاج، قبل نكون الوقاية ثم العلاج، فهي نحن نوجه اهتمامنا للوقاية على أساس نحن نقي الناس، يعني ما بس نتوجه للمريض، نتوجه أيضا للفرد والجماعة في المجتمع. جميل. فنحن جانب التثقيف الحمد لله قائمين بدور كبير فيه، وطبعا عندنا كتيبات تثقيفية خاصة بهذا الفئات، جميع الفئات العمرية، والحين عندنا نفس الشيء الاهتمام بالمسنين. وطبعا نحن التثقيف عندنا يعني ممكن هذه الفعاليات اللي نسويها، ممكن نروح نزور المريض في البيت، نحصل حد نفس الشيء محتاج للتثقيف في البيت، نوفر هذه الأشياء كاملة. جميل جدا. أخت لميس، الحالات الطارئة اللي موجودة في المنازل كيف تتعاملوا معها؟ بداية من ناحية قبل أن نروح للحالات الطارئة وحدوثها، من ناحية توعوية نحن نوعي
افراد العائله عن في حاله اذا صار للمريض اي حاله طارئه، مثلا حاله طبعا اللي هي مثل السكري اذا صار هبوط، شو اعراض هذه، شو اعراض هبوط مرض السكري، كيفيه التعامل عند هذا المرض. هذه من ناحيه توعويه. في حاله اذا مثلا صار ان وجود حاله طارئه في المنزل وحاله حرجه جدا، نقوم بالتواصل مع وحده الاسعاف ووحده اسعاف الشرطه 99999. نرفع الموضوع لهم وهم بالتالي ياتوا يقيموا الحاله كذلك كتقييم ثاني بعد تقييمنا نحن، ويقوموا باللازم بنقل المريض لاقرب مؤسسه صحيه. في حاله اذا كان المريض حالته صعبه ولكن ليست بتلك الخطوره او ليست حرجه جدا، نقوم بابلاغ ذوي المريض بنقله الى المؤسسه الصحيه، وفي نفس الوقت نقوم بالتواصل مع المؤسسه الصحيه المركز الصحي وذلك لتسهيل عمليه النقل، وبحيث انه ما يروح هناك ينتظر او انه يتاخر اوريدي، يعني مسبقا يكون عندهم فكره عن حاله المريض. جميل جدا. الاخت هند، ايضا ربما بعض المرضى يحتاجوا جانب تثقيفي في كيفيه استخدام الدواء، ربما في هذا الناحيه كيفيه استخدام ابر السكري مثلا على سبيل المثال، ايضا وضعيات الادويه، من الدواء اللي لازم يكون في الثلاجه موجود، ايش الدواء اللي لازم يكون خارج الثلاجه، تقوموا فيها هذه العمليات؟ ايوه طبعا، هي اهم شيء ان تكون الممرضه مؤهله من ناحية المعرفة، من ناحية المهارة، أن هي تكون عندها معرفة مسبقة بكل الأدوية اللي يأخذها المريض. وطبعا نحن بحكم دراستنا درسنا هذه الأدوية، فنهتم نفس الشيء لما نروح نزور المريض نخبره، أحيانا نوصف لهم هذا بوكس خاص، صندوق خاص يعني مقسم لأدوية الصباح، أدوية الظهر، أدوية المساء، ونفس الشيء الأدوية نخبرهم ونعطيهم التوعية التثقيفية عن كميع الأدوية اللي يأخذها المريض، ومتى مثلا قبل الأكل أو بعد الأكل. إذا مثلا صار إبر الأنسولين طبعا عندنا ممكن يصير هبوط حاد في السكر، فنخبرهم متى لازم يأخذها وبعدين يأخذ بعد الأكل على مباشرة. جميل جدا. نفس الشيء يتابعوا حالة المريض بعد أخذ الإبرة. جميل جدا. لميس، تطمحوا في المستقبل إن شاء الله أنكم لما تخرجوا للمجتمع تكون معكم سيارة مهيئة بكامل مرفقاتها، حتى فيها حتى ممكن تنقل المريض مستقبلا إن شاء الله؟ طبعا اكيد نتمنى هالشيء. طبعا نحن حاليا في مرحله التطور تطوير هذه الخدمه من ناحيه الكادر التمريضي، من ناحيه التاهيل لهذا الكادر التمريضي. نحن من عدد 11 ممرضه من عدد 21 ممرضه في محافظه مسقط قد حصلنا على درجه البكالوريوس في تخصص تمريض صحه المجتمع. نظره وزاره الصحه المستقبليه ان شاء الله تاهيل هذا الكادر التمريضي كذلك للحصول على درجة الماجستير، ماجستير في Advanced Nursing Practitioner اللي هو التمريض المتقدم إن شاء الله. طبعا هذا راح يعمل نقلة نوعية للبرنامج، أكيد بيطور كثير من كفاءة هذه الممرضات وناتج هذا الشيء. ونتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله هذا يعني الطموحات هذه أيضا تتحقق، وأكيد أن وزارة الصحة تقيس هذه الأشياء كلها ومدى احتياج المجتمع أيضا الممرض لما يكون دائما موجود بالقرب منهم وبالقرب من المريض وكذا، حتى نفسيا ناحية المرض انه يرتاح انه الممرض ممكن انه يتوفر في اي وقت. الاخت لميس بنت حمد لكيومية، ممرضة صحة المجتمع بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، وكذلك الاخت هند بنت علي العادي، ممرضة صحة المجتمع بالمركز الصحي بالموالح. شكرا جزيلا على وجودكم معنا، نتمنى لكم التوفيق ايضا في الفعاليات ان شاء الله اللي رايحه تصاحبكم يوم 1/5.